احلى متابعين في الدنيا، انا النهارده بعمل لكم عصير بطيخ باسهل طريقه وابسط طريقه. مطبخ الهنا معاكم، انا عملته صفيته بصب قهوه وبوريه لكم. هقول لكم الطريقه بتاعته. هتحطوه في الخلاط مع نص كوبايه ميه، معلقتين سكر فقط لا غير، وتضربوه، وبعدين تصفوه بالمصفه الضيقه اللي عندكم في المطبخ، ويبقى بالمنظر التحفه ده معاكم. حلو جدا للاولاد، وعشان الحر ده كتروا من العصاير للاولاد، وبالذات العصاير الفريش يا جماعه، بلاش العصاير اللي في الشارع اللي عليها مواد حافظه دي. عندو بقى دلوقتي معاكم، هنلاقي طعمه حلو جدا وتحفه. وعملت لكم الايس كريم برضو، هتلاقوه عندكم في القناه، انا دقته اهو معاكم، طعمه حلو جدا جدا جدا، ناقصه بس مكعبين تلج مش اكتر. عامله لكم الايس كريم في القناه عندكم، ارجعوا للفيديو بتاع الايس كريم البطيخ هيعجبكم باسهل طريقه وابسط طريقه. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده، واتمنى الفيديو يعجبكم والمحتوى يعجبكم، وتعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك وشير، ولو سمحتوا بعد اذنكم اللايك بيرفع الفيديو لفوق عشان اكبر عدد يشوفه واكبر عدد يستفيد، والاشتراك لو عجبكم المحتوى. وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، وشكرا.